الاخوان، معكم صلاح الدين سانكو، فنان وحرفي. جيت اليوم نبارطاجي معكم التجربه ديالي وبعض المعلومات اللي تقدر تفيد الحرفيين. كاينه واحد 4 ديال النقاط اللي بغيت نهضر عليها، اللي عاد اذا درتي منهم واحد 3 او لا جوج ان شاء الله عاد دير واحد الاضافه في خدمتك وفي المدخول ديالك. بالنسبه كاين الموقع تقدر تكون حليتي في واحد الموقع اللي ما تيناسبش خدمتك، مثلا اذا كنت مثلا حرفي نجار ولا تدر الومنيوم ولا سودور، مثلا حلت في واحد الحي اللي قديم شويه وهادي قليل فيه يحتاجوا السدور ولا النجار. يعني اغلبيه ديال هاد الحرف هادو تيطلبوا واحد الحي اللي تيكون يلاه تبنى واحد الحي جديد مثلا، وحداه واحد البلايص اللي غيكونوا فيهم واحد السكان جداد وواحد البني جديد. تنصح باللي بنادم يحل الموقع ديالو تما، ولا تقدر تكون مثلا حرفتك ما تتناسبش ديك المدينه اللي انت فيها. تبغي واحد المدينه اللي تكون كبيره وفيها مشاريع كبار، مثلا اذا كنت تدير ديكوراسيون في محلات ولا تدير اتات منزلي فاخر وداك الشيء، تتطلب مدن كبارين. وكاين بزاف، يعني تقدر تكون عاوتاني عندك واحد الدومين زوين اللي ما تيناسبش كاع بلادك. مثلا تقدر تكون مثلا تدير شي خدمه اللي واعره بزاف، وهادي تقدر تمشي على برا مثلا اذا قدرتي تمشي. ولا هذا الموقع، يعني الموقع كل ما غيرتيه الأفضل راه مزيان ليك. مشيتي مدينة كبيرة راه أحسن ليك، مشيتي خرجتي لشي بلاد أوروبية ولا مشيتي لأمريكا ولا الإنجليز غيكون أحسن، ولكن صعيب شوية الأمور. الامتياز يعني شنو تيميزك أنت على الحرفيين الآخرين، يعني اللي تخلي الكليان يعني يسمحوا فيهم ويجيو عندك أنت؟ يعني شنو الحاجة أنت اللي غتخليك تجبد الكليان عندك؟ واش مثلا واش تتقن خدمتك، مثلا واش تسالي الخدمه ديالك في الوقت وفي اقرب وقت، يعني الكليان اللي جات تتشلطو دغيا وتسالي له خدمته، واش تبدع في خدمتك؟ مثلا خصك ضروري يكون عندك واحد الامتياز اللي ما كاينش عند الحرفيه الاخرين، وملي تيجي عندك الكليان راه تبريزونتي ديك الامتياز اللي عندك. واش عندك شي ثمن مناسب مثلا، واش السلعه اللي تخدم بها انت متميزه، شي حاجه بحال هاد الامور هذه. وكاين المنتوج، يعني واش تقدر انت مثلا في حرفتك تصنع واحد المنتوج، لا كنتي حداد ولا نجار ولا خياط ولا بزاف ديال الحرف، يعني تقدر تنتج واحد المنتوج وتعاود فيه البيع ولا تدفعو جملة ولا دير بزاف ديال الحاجات. فهمت؟ تقدر دير واحد المنتوج وتبيعو في بزاف ديال البلايص. واذا كنت عندك شي منتوج اللي واعر مزيان ويعني سبيسيال فيه، شي منتوج اللي زوين وعنده واحد القيمة، طلعت تقدر تبيعو حتى على برا مثلا في الموقع. كاين بزاف المواقع اللي تقدر تبيع فيهم، منهم اي باي، ايتسي، بونينزا. يعني كاين طلب الناس يبغيو الحاجة اليدوية واللي متقونة وفيها واحد الابداع. هذه من جهة. من جهة واحدة اخرى، حاول تربط الحرفة ديالك ولا الشيء اللي تدير مع موقع التواصل الاجتماعي. دير في قناة في اليوتيوب، دير فيسبوك، دير انستغرام، دير تيك توك، وتبقى تهضر على الامتياز اللي عندك والحرفة ديالك، تبارطاجي معاهم المنتوجات اللي درتي، الخدمة اللي خدمتي للكليان والامتياز اللي عندك. وديما تبقى تهضر على الامور ديالك وتنصح حرفية صحابك حتى هما وهادي. وكل ما تلونسيتي مزيان كل ما عتلقى كليان بزاف. فهمتوا؟ هادو هما الامور، وغيكون عندك واحد المدخول عاوتاني اضافي من هاد المواقع التواصل الاجتماعي اللي غيفيدك وغيفيدك في خدمتك وتحاول تطورها. وهادشي ديما يكون عندك واحد لوبجيكتيف كبير، تكبر المحل، تزيد خدامة عندك، توسع الدائرة ديال الكليان ديالك، يولي عندك كليان بزاف. هادشي اللي كاين، ونتمنى هادشي يفيدكم، وحاولوا تبارطاجوه مع صحابكم حتى هما يستافدوا، وحاولوا تشاركوا معنا او تتابعونا، وان شاء الله يكون خير. ان شاء الله نبارطاج معكم شي معلومات وحدين اخرين، وشي معلومات يعني في التخصص ديالي، مثلا في الكاسكات، في المطار، في الرسم بصفة عامة، في الصباغة ديال الطوموبيلات ولا المطار ولا الكاسكات بصفة عامة. المهم اللي ما تابعنيش حاول يتابعني ولا يشارك معنا، وان شاء الله يكون خير. يلا بسلام.